بعد أن وصلت المحادثات إلى طريق مسدود بين الطرفين، وبعد هدنة بسيطة في وقت الإفطار، العاصمة الخرطوم شهدت انقطاعا في التيار الكهربائي، كما تجددت الاشتباكات سريعا مع إعلان كل طرف تحقيق تقدمات على الأرض. مجلس السيادة السوداني أكد أن معظم المنشآت العسكرية والحيوية هي تحت سيطرة الجيش، كما أكدت رئاسة أركان الجيش السوداني أنه لا حوار أو تفاهمات قبل إنهاء تفلتات الدعم السريع. مصادر في الجيش أضافت أن مجهودات الرباعية الدولية مقدرة، لكن ما يحدث هو تمرد يجب أن يتم إخماده، فيما أكد قائد الدعم السريع للعربية أنه لا يزال يدير العمليات من الخرطوم. ووسط كل هذا، تدعو معظم دول العالم رعاياها إلى الالتزام بأماكنها وعدم الخروج في المناطق المفتوحة، خصوصا بعد أن علقت معظم شركات الطيران العالمية رحلاتها إلى الخرطوم بشكل مؤقت حتى تتكشف نتائج ما يحدث اليوم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الدعم السريع تم سيطرة. الله أكبر. على مطار الجنان. الله أكبر. الحمد لله المطار تحت السيطرة والحمد لله. الله أكبر. الأمن الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. شباب النوري. وفي آخر الجهود الدولية لحل الأزمة، قالت وكالة الأنباء السعودية أن وزراء خارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان والإمارات الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان والأمريكي أنتوني بلينكين ناقشوا الموقف الحالي في السودان خلال اتصال هاتفي مشترك. وأكد وزراء خارجية السعودية والإمارات وأمريكا على أهمية وقف التصعيد العسكري في السودان وضرورة العودة إلى الاتفاق الإطاري في السودان. من جهته، دعا وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي القيادة السودانية لوقف التصعيد والتحكم بقواتها. وغرد كليفرلي عبر تويتر أن العنف يجب أن يتوقف لمنع سفك المزيد من الدماء، وأن الحل العسكري لن يحل الموقف. عدد من القتلى والمصابين من المدنيين سقطوا في الاشتباكات الجارية اليوم وفق لجنة أطباء السودان المركزية. اللجنة ناشدت أطراف النزاع بوقف الاشتباكات في الخرطوم ومدن سودانية عدة وفتح مسار للمصابين لتلقي الخدمات الصحية. وكانت العربية وثقت إصابات لمدنيين بعد أن علقوا وسط النيران بين الجيش والدعم السريع في منطقة بحري في الخرطوم. والخارجية السودانية تقول الآن توغل قوات من الدعم السريع في مطار الخرطوم تسبب بتضرر طائرتين. إذن حسب الخارجية السودانية، تؤكد بأن توغل قوات من الدعم السريع في مطار الخرطوم تسبب بتضرر طائرتين. وأيضا الهجوم على مطار الخرطوم تسبب بأضرار بطائرة سعودية وأخرى سودانية. إذن تؤكد الخارجية السودانية بأن الهجوم على مطار الخرطوم تسبب بتضرر لطائرة سعودية وأخرى سودانية. قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق عبد الفتاح البرهان في تصريحات للعربية أن المتمردين من قوات الدعم السريع سعوا للسيطرة على مقرات الجيش والمناطق الحيوية فجرا. وأضاف البرهان أن متمردي الدعم السريع خططوا لتنفيذ اغتيالات، وأن خيار الجيش الوحيد هو التصدي لمطامع من وصفهم بالمتمردين في السلطة. وقال عبد الفتاح البرهان أن الجيش يدير عمليات ضد المتمردين بصبر لمنع وقوع أي خسائر بشرية، مؤكدا أن الجيش السوداني لديه قوات كافية وإرادة لدحر هؤلاء الأشخاص.
الخارجية السودانية تتحدث أيضا أن الجيش استعاد السيطرة على مطار الخرطوم. إذن الخارجية السودانية تتحدث عن أن الجيش استعاد السيطرة على مطار الخرطوم. نشد عضو مجلس السيادة الانتقالي في السودان مالك عقار الجيش وقوات الدعم السريع بوقف المعارك الدائرة بينهما على الفور والاحتكام إلى صوت العقل. وأضاف عقار أن لجنة الوساطة ستواصل السعي من أجل تحقيق وقف فوري لإطلاق النار، من ثم معالجة المشكلات التي أدت لوقوعه، مؤكدا أن ما يحدث هو أمر كارثي وكان يمكن تجنبه لو التزمت كافة الأطراف بالروح الوطنية على حد تعبيره. الآن طيران هليكوبتر يضرب قاعدة تعال مبروك الله مبروك الله مبروك مبروك الله مبروك الله مبروك الله والله ده قاعدك الآن طيران هليكوبتر يضرب قاعدة تعال مبروك الله مبروك الله مبروك مبروك الله مبروك الله مبروك الله والله ده قاعدك السيطرة تامة على مطار الجنان. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الدعم السريع تم سيطرة الله أكبر على مطار الجنان. الله أكبر الحمد لله المطار تحت السيطرة والحمد لله. الله أكبر الأمن الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر شباب النورين ده مطار الجنان يا جماعة ده مطار الجنان احتلنا احتلال كامل شامل من الجيش ولهم حسرزات العربية جوا أي حاجة يلا. من الخرطوم ينضم إلي مراسل العربية سالم الهاشمي. سالم أهلا بك معنا، الوضع لديك في هذه الأثناء؟ نعم الأوضاع هنا في منطقة بحري هادئة إلى حد ما، بدأت ترجع الأوضاع إلى حد ما نسبيا بشكل طبيعي لكن ليس بشكل كامل. هناك في أم درمان وفي الخرطوم تجددت الاشتباكات مرة أخرى وبوتيرة متسارعة جدا في منطقة محيط القيادة العامة للجيش في الخرطوم، وكذلك في المناطق في أم درمان متفرقة أيضا المناطق التي تجددت فيها الصراع، لكن غالبها في شمال أم درمان منطقة كوبري الحلفاية السجن الحربي والمدرعات ومن ثم الكلية الحربية. أيضا تجددت الاشتباكات في بالقرب من سالم. سالم اسمح لي أن ننتقل لنتابع هذه الصور التي وصلتنا الآن على شاشة العربية لسيد عبد الفتاح البرهان متواجد مع العسكريين في أحد المناطق، نستمع إلى الصوت الطبيعي. نتابع هذه الصور لرئيس مجلس السيادة السوداني يتجول في مناطق بالعاصمة الخرطوم وبعض العسكريين متواجدين أيضا حوله، نستمع إلى الصوت الطبيعي.
إذن مشاهدينا تابعنا رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان يتجول في عدة مناطق في الخرطوم كما يتفقد بعض المواقع العسكرية. أعود إلى زميلنا سالم الهاشمي. سالم، نعود إليك لتطلعنا على التطورات الحاصلة خاصة في المناطق التي تشهد اشتباكات عنيفة في هذه الأثناء. نعم، التطورات هذه الاشتباكات ما زالت مستمرة. تسمع الأصوات حتى هذه اللحظة، حتى قبل لحظات، أصوات لذوي المدافع و أيضا إطلاق النار بكثافة في هذه المناطق، وهذا الأمر مستمر من قبل الإفطار، لكن بعد الإفطار زادت هذه الوتيرة بشكل ملفت للانتباه. أيضا ننوه لأنه أيضا رئاسة أركان القوات المسلحة قد أكدت أنها لا تفاوض ولن تحاول قبل أن تحل وتفتت ميليشيا حميتي المتمردة. أكدت هذا المعنى، وهذا يدل على زيادة الوتيرة وأنه لا يكون هناك حل في وقت قريب. هذا الأمر واضح جدا من هذه التصريحات. أيضا عضو مجلس السيادة الهادي إدريس قد ذكر بأنه يدعو الجيش والدعم السريع لوقف العدائيات تجنيب البلاد شر الانهيار الشامل، وأيضا ذكر بأن البلاد تمر بلحظة مفصلية من تاريخ السودان تتطلب حكمة عقلانية، وقال هذه الحرب لن ينتصر فيها أحد وستخسر السودان للأبد، وناشد الأسرة الدولية للمساعدة عاجلا في وقف المواجهة الدموية. أيضا الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة أكد أن الموقف مستقر وأن الجيش يعمل بعزيمة لإعادة الأمن والاستقرار، وذكر أنهم ما كانوا يريدون أن تنحدر الأوضاع لحد توجيه السودانيين سلاحهم بوجه بعض بهذه الطريقة المؤسفة. عضو مجلس السيادة أيضا الفريق ياسر العطا ذكر في تصريحات خاصة بالعربية بأن حميتي يخطط منذ فترة طويلة لأن يكون الرجل الأول، وأنه يحاول امتطاء ظهر حصان قوى الثورة لتحقيق هدفه بحكم السودان، وقال ظلنا نتابع تحركات الرجل ونعلم أن ساعة الصفر اقتربت. صباح اليوم حاول حميتي الخروج بقوات كبيرة من جنوب الخرطوم تزامنا مع هجوم على منزل سالم. دعنا نستمع إلى صوت النيران حيث الصورة المباشرة من الخرطوم للعربية. إذن نستمع مشاهدينا هذه الصورة من الخرطوم، نستمع فيها لإطلاق قذائف وأيضا هناك دوي لإطلاق نيران. سالم، إطلاق النار الكثيف هذا أين يتركز؟ في أي مناطق؟ حول أي مواقع؟ هذه المنطقة هي في قلب العاصمة الخرطوم، بالقرب من مقر القيادة العامة للجيش السوداني، وبالقرب أيضا من مطار الخرطوم، وبالقرب وهي المنطقة المركزية في قلب العاصمة الخرطوم، مقر الخرطوم والقيادة العامة للجيش السوداني، وحتى مقر الدعم السريع الذي حرق نهار اليوم في هذه الاشتباكات، مقر الدعم السريع وحتى بيت الضيافة. مقر في هذه المنطقة يفترض أنها مقر إقامة الرجلين برهان وحميتي في هذه المنطقة، باعتبار أن واحد منهما رئيس مجلس السيادة والآخر نائب رئيس مجلس السيادة. بالنسبة للجرحى والضحايا سالم، هل هناك أي إحصائية حتى الآن لعدد المصابين وأيضا أوضاعهم إذا كانت حرجة أم كانت الإصابات طفيفة، وبالنسبة للضحايا؟
نعم الإصابات تتفاوت وليس هناك إحصائية دقيقة حتى هذه اللحظة. لجنة أطباء السودان المركزية ذكرت بأنها عشرات ومئات ولم تحدد رقما حتى هذه اللحظة، لكن المؤكد هنا في منطقة بحري، في منطقة بحري بالقرب من منطقة الاشتباك في منطقة بحري، ذهبنا في زيارة نهار اليوم إلى المستشفى الدولي وهو في بحري لتفقد المصابين، فوجدنا الإحصائية 25 إصابة ووفاة أحد الذين أحضروا للمستشفى بعد محاولة الأطباء في المستشفى الدولي لإنقاذ هذه الحالة، وكان إصابته طلق ناري في الظهر. بقية الحالات فيها حالات حرجة، حالتين تقريبا، والحالات الأخرى إصابات متفرقة بين نيران مختلفة. هذه الإصابات فيها 11 إصابة كانت من داخل المنزل، بقية الإصابات كانت خارج المنزل أي في الشوارع، لأن الاشتباكات كانت عنيفة جدا وتم استخدام العديد من الأسلحة في هذه المناطق بالقرب من المناطق السكنية التي يقطن فيها السكان. 3 مناطق سكنية كبيرة جدا في منطقة بحري منها الشعبية شمبات وكذلك منطقة كوبر، هذه المناطق تعرضت فيها أو كان فيها اشتباك عنيف، استماع لدوي، طلقات وكذلك قنابل هاون وغير ذلك من الأسلحة والRPG كذلك، وبعد ذلك كان هناك قصف بالطيران في هذه المناطق. شكرا لك حتى الآن سالم، دائما سنعود إليك لتطلعنا على كل التطورات الحاصلة في الخرطوم. أكد المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية غريب عبد الحافظ غريب أنهم يتابعون الأحداث الجارية داخل الأراضي السودانية عن كثب، مشيرا إلى أن التنسيق جار مع الجهات المعنية في السودان لضمان تأمين القوات المصرية الموجودة هناك في إطار إجراء تدريبات مشتركة مع نظرائهم في السودان. من جانبه أكد قائد قوات الدعم السريع السودانية للعربية أن قواته ملتزمة بأمن وسلامة الجنود المصريين وأنه سيتم إجلاؤهم سريعا. احنا ملتزمين بأمن وسلامتهم، إلا الاشتباكات، في اشتباكات هنا وهناك بتجي علينا وهم موجودين معانا، لكن احنا في أمن وسلامتهم، احنا ملتزمين تماما، هم في الحفظ والصون مع أخوانهم موجودين الآن، ونحن بأقرب طريقة أنه نحن نخليهم طوالي لدولتهم إن شاء الله، حسب رغبتهم، حسب رغبة الأخوان المصريين. وفي تصريحات للعربية وصف الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي الوضع في السودان بالمؤسف للغاية، معبرا عن استعداد الجامعة العربية لإجراء وساطة بين الأطراف السودانية لاستعادة الهدوء، كما دعا كافة الأطراف السودانية لوقف التصعيد فورا، لافتا إلى أن هناك صعوبة في التواصل مع القيادات السودانية المعنية. في وقت سابق اليوم دعا وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان الأشقاء في السودان لسرعة وقف العمليات العسكرية وضبط النفس، وأكد وزير الخارجية السعودي في سلسلة تغريدات على تويتر الأطراف السودانية لتجنب التصعيد وتغليب مصلحة شعبهم، كما دعا الأطراف السودانية إلى العودة للاتفاق الإطاري للتوصل لحل سياسي لتحقيق الأمن والاستقرار للبلاد. من الخرطوم ينضم إلي الخبير الأمني والاستراتيجي الفريق دكتور جلال تاور، كما أيضا من الخرطوم ينضم إلينا دكتور يعقوب عبد الكريم نورين أستاذ العلاقات الدولية، ومن القاهرة معنا الصحفية المختصة في الشأن الإفريقي صباح موسى. أهلا بكم ضيوفي الكرام. أبدأ معك دكتور جلال، هذه العمليات أو هذه العملية العسكرية هي بين مكونين عسكريين ينتمون لنفس المؤسسة العسكرية، هل من الممكن أن يكون رابح وخاسر في هذه المعركة؟ أولا شكرا جزيلا على هذه السانحة الطيبة، والتحية لك ولكل المشاهدين ولضيوفك الكرام. المعركة نعم هي بين الجيش السوداني وهو الجيش الأطول عمرا والأكثر خبرة، وبين قوات الدعم السريع وهي القوات المنشأة حديثا من داخل معسكرات الجيش السوداني وتدريباته وعملياته، فهي كانت قوات مساندة للجيش، الآن أصبحت لها قانون خاص واعتبرت قوات نظامية يعني تعمل لإسناد القوات المسلحة وتقديم العون وقتها ما كان ذلك ضروريا. يعني هل يتم التعامل معها الآن كقوات متمردة؟ هل يتم التعامل معها كميليشيات؟ لأن هناك عدة أوصاف اليوم أطلقت على الدعم السريع. لا صدر قرار، طبعا أولا الآن صدر قرار
ان رئيس مجلس السياده بحل هذه القوات تماما وقبل صدور قرار. ولكن مصادر ايضا للعربيه تحدثت دكتور، الاستخبارات تحدثت عن هذا الحال، ولكن ايضا مصادر في الجيش السوداني تحدث للعربيه وقال بانه البرهان لم يحل الدعم السريع حتى الان. والبيان المنشور على وسائل التواصل الاجتماعي كلها حتى من القياده العامه يشير الى ان البرهان اصدر قرارا بحل الميليشيا باعتبارها قوه، قوات الدعم السريع باعتبارها قوه متمرده. وطبعا قبل يعني الحل كان هنالك قرار صادر بانه اعتبرت قوه متمرده غير مستجيبه للتعليمات والاوامر وغير متعاونه في الواجبات والمهام الموكله لها بموجب قانون الدعم السريع. والبيان الذي اصدره الناطق الرسمي باسم القوات المسلحه حدد فيه عده نقاط بموجبه اعتبرت هذه القوات يعني غير مستجيبه او غير متعاونه مع القوات المسلحه، ومهمتها الاساسيه كانت تقديم العون لهذه القوات المسلحه. فهي الان عموما في يعني وصف معادي للقوات المسلحه، تتعارك وتتقاتل الان مع القوات المسلحه. نعم المعركه قد لا يكون فيها يعني رابح او خاسر باعتبار ان الاثنين قوات سودانيه تقاتل بعضها البعض بدلا من ان تتعاون، مهمتها ان تتعاون وتنجز مع بعض تحقيق الامن والاستقرار يعني تحقيق الامن القومي السوداني، اصبحت تقاتل بعض مما يهدد الامن والسلم ليس السوداني فقط انما حتى الاقليمي والدولي بهذه الاشتباكات المزعجه التي ازعجت كل العالم. طب دكتور جلال، حضرتك خبير امني، هل الدعم السريع لديه من الامكانيات والعتاد والاسلحه والذخيره قادره على مواجهه الجيش السوداني الذي يعني هو عمره اكثر من 100 سنه هذا الجيش وخضع الكثير من الحروب؟ خضع الكثير من الحروب ويعني مر بكثير من التغيرات والتطورات والتدريبات والبروتوكولات مع القوات الشبيهه في دول اخرى، يعني هو ليس كالدعم السريع باي حال من الاحوال. الدعم السريع قوات خفيفه سريعه الحركه لها نشاط تستطيع الدخول في مناطق معينه والخروج منها، وقدمت مساعدات كبيره جدا للقوات المسلحه ابان يعني الفترات الماضيه خاصه في العراق مع الحركات المسلحه. اما مساله ان تهزم القوات المسلحه او تسيطر عليها او ما الى ذلك فهذا امر ليس باليسير باي حال من الاحوال. يعني الفارق الكبير ما بين الاثنين، ما بين خبرة الاثنين، ما بين التعداد الاثنين، تدريبات الاثنين، تأهيل الاثنين في المسألة، يعني ليست هنالك يعني نقطة ممكن للمقارنة بين الاثنين بأي حال من الأحوال. لأنه طب دكتور الآن قوات الدعم السريع هناك خبر عاجل على شاشة العربية تعلن في بيان سيطرتها على القيادة العامة للقوات المسلحة، ماذا يعني ذلك؟ وكثير من البيانات التي تصدر هذا اليوم يعني لا يؤخذ بها الا ان تصدر من الجهات الرسميه. نعم الدعم السريع الان يقول انه سيطر على القياده العامه، ومنذ الصباح الباكر كان قال انه سيطر على المطار وسيطر على القصر الجمهوري وبيت الضيافه، ولكن القياده العامه عبر الناطق الرسمي اصدرت بيان اكدت فيه انه هذه كلها يعني ايضا في هذا البيان دكتور يقول بانه سيطر على هيئه الاذاعه والتلفزيون وايضا سيطر على الملاحه الجويه في السودان، ما مدى خطوره ذلك؟ ليس الملاحه الجويه او مثلا الاذاعه والتلفزيون، اصلا هم كانوا موجودين ضمن قوات حراسه مبنى الاذاعه والتلفزيون، والجيش اصدر بيان بعد ذلك اكد فيه انه هو سيطر على منطقه الاذاعه والتلفزيون، ده بيان مناغر لبيان القوات المسلحه. مساله الملاحه الجويه هي منذ الصباح الباكر وبعد ان تسللوا داخل المطار من صاله الحجاج احدثوا كثير من الاثار في مطار الخرطوم واحرقوا طائرتين مدنيتين، واحده سعوديه والثانيه سودانيه، وده ادى الى كثير من التعطيل. لكن بعد ذلك صدر بيان من القوات المسلحه من الناطق الرسمي انه الاوضاع تحت السيطره تماما بما في ذلك المطار، مقر سكن بيت الضيافه بالذات، مقر سكن رئيس البرهان والقياده العامه. على كل حال ايضا الجيش السوداني الان ينفي سيطره الدعم السريع على منطقه التصنيع الحربي، اذا الجيش السوداني ينفي سيطره الدعم السريع على منطقه التصنيع الحربي. اسمح لي ان اذهب ايضا الان الى الدكتور يعقوب عبد الكريم نورين، استاذ العلاقات الدوليه. دكتور يعقوب اهلا بك معنا، في ظل هذا التصعيد المسار السياسي ما هو مصيره؟ اولا نحن تحياتي لك وللساده المشاهدين، ونتاسف لما حدث صراحه، يعني هذا العمل عمل يعني لا يشبه السودانيين،
وعمل كانت الناس كلهم كانوا متوقعين انه يتم اللقاء بين الرجلين قائد الجيش وقائد الدعم السريع صباح اليوم، ولكن هنالك من لا يريد لهذا السودان الاستقرار، وقد حذرنا نحن مرارا وتكرارا ان هنالك من يحاول ان يزعزع هذا الامر. حتى من هو هذا الطرف دكتور يعقوب؟ الاسلاميين الان الفيديوهات منتشره، الان الاسلاميين هم بجنب بيسلحوا في الناس بيوزعوا في الكاكي وبيعملوا كل الاشياء القبيحه عشان يعني هم ما حيقدروا يلقوا وطن يحكموه، لانه الفتنه هذه سوف تقضي على الاخضر واليابس بغض النظر عن من الذي اطلق الرصاصه الاولى، ولكن نحن نتكلم عن وطن، والوطن مهمتنا انه نحن نحفظه وندافع عنه. لكن حتى هنالك معلومات تشير الى ان البرهان لم يكن يعلم بتحرك تلك القوة التي حاصرت قوات الدعم السريع في سوبا وفي المدينة الرياضية، وبالتالي هذا يدل على ان هنالك الطرف الثالث وهو الذي لا يريد للعملية السياسية ان تمضي ولا يريد للشعب السوداني ان يستغير على تحول ديمقراطي، انهم يظنون ان الدعم السريع هو الذي سلبهم الحكم وهو الذي سلب سلطتهم والجيش هو الذي سلب سلطتهم بالانضمام للثوار في السودان. طب دكتور يعقوب، اذا حضرتك تتحدث ان هناك طرف ثالث، لماذا الطرفان اي قوات الدعم السريع والجيش السوداني لماذا لا يتوقف عن هذا التحارب؟ هما الطرفان اللذين يتحاربان الآن. نعم، هما الطرفان اللذين يتحاربان بحقيقة، ولكن من الذي أشعل الفتنة؟ نحن نتحدث عن من الذي أشعل الفتنة. قد اتفق قادة الجيش وقادة الدعم السريع على الخروج من العملية السياسية، ولكن ما الذي حدث؟ طوال تمت شيطنة القوى السياسية وأن هذا الاتفاق جاء من الدول الأجنبية وكذا، وتحركت الآلة الإعلامية للفلول بعد الذين وجدوا البراح بعد انقلاب 25 أكتوبر، وبالتالي كانت العملية دي مزعجة جدا بالنسبة للناس. طب كيف سيؤثر على الاتفاق على الإطار الاتفاق الآن هذا الاتفاق الإطاري، كيف سيؤثر هذه ألا تعوق العملية السياسية ما يجري الآن؟ المسألة الآن أصبحت حرب. حرب يعني عارفين يعني شنو معنى حرب؟ الحرب معروفة، الحرب ما معروفة النتائج بتاعتها بكره يحصل شنو، ولا عارفين اي حاجه. الان السياسيين كلهم حتى اذا ارادوا ان يتوسطوا او يحلوا المشكله، كيفيه هذا التوسط ومتين يمشي يتحركوا عشان يصلوا الناس اللي يقعدوا معاهم تواصل، لان القوى السياسيه مشت جلست مع الناس وحددت مواعيد، ولكن هنالك من لا يريد للسودان الاستقرار ولا يريد للسودان ان يستمر، وبيعتبروا انه يجب ان يعود الى الحكم ويعود عبر الجيش ويعود عبر الناس الموجودين داخل الجيش من الخلود. فدي المصيبه الكبيره اللي ازمت الموقف وغادت الناس الى هذه النقطه، نقطه لا عوده، نقطه الحرب. ونحن الان طب نحن نتحدث عن حرب عن على كل حال ساعود اليك دكتور يعقوب، ساعود اليك، ولكن دعني الان اذهب الى القاهره. تنضم الينا الصحفيه المختصه في الشان الافريقي صباح موسى. سيده صباح، اهلا بك معنا. بالنسبه لما يجري الان من تصعيد في السودان، هل من الممكن أن يكون المسار السياسي أو التفاوض خاصة في ظل هذا التصعيد بالبيانات بأنه لا حوار بين بعضهم، هم يرفضون الحوار، وبأن هذه المعركة ستستمر؟ في البداية تحياتي ليكي وتحياتي لضيوفك وللسادة المشاهدين. بالتأكيد ما حدث اليوم في الخرطوم من صراع ومواجهات عسكرية بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع بالتأكيد سيوقف استمرار العملية السياسية في السودان حتى يعني تتضح الرؤية على الأرض، وهل هذا الصراع من الممكن أن يتوقف في المستقبل القريب أم لا. أنا تقديري أن الصراع طالما الطلقة الأولى كما يطلقون عليها انطلقت صباح اليوم، أعتقد أن الأمور من الصعوبة أن تعود إلى طاولة حوار حتى على مستوى المدنيين في هذا التوقيت في السودان. لا بد من حسم المعركة أولا، وهذا كحديث الجيش السوداني بمعنى أننا لن نعود إلى حوار إلا بعد حسم التفلتات الدعم السريع، وبالتالي البيانات التي تصدر على مدار الساعة من الخرطوم من قبل الدعم السريع الذي يتفوق في نظري في الحرب الإعلامية الموجودة في الخرطوم الآن، هو يطلق بيانات الجيش السوداني يهرول لكي ينفيها، لم يكن هو المبادر في هذه البيانات ليطمئن الشارع السوداني. طبعا بالتأكيد الدعم السريع نعم هو يعني سيطر على الإذاعة والتلفزيون في السودان، ولكن هذه السيطرة
الإشارة أتت من أن الدعم السريع كان يقوم بحراسة هذا المبنى، ولو كان يمثل خطورة هذا الحصار لشاهدنا قوات الدعم السريع تستغل هذه الآلة الخطيرة في هذه الحرب. كان من الممكن أن تخرج بيانات الدعم السريع من الإذاعة والتلفزيون السودانية، لكن حتى اللحظة منذ صباح اليوم لم يخرج أي بيان. البيانات تخرج من العربية والقنوات العربية المختلفة ولم تخرج من الإذاعة والتلفزيون السودانية. قبل قليل أنت عرضت تقارير للبرهان وهو يسير في الشوارع، وهذه لطمأنة الجمهور بأن القوات المسلحة تسيطر على الأوضاع. يعني بيانات ده يؤكد أن بيانات الدعم السريع التي تنطلق بهذه الحدة بأننا استولينا على يعني سلاح المهندسين وعلى استولينا على المطارات وعلى كل هذا من الصباح الباكر، حرب إعلامية شرسة في يعني في فوضى غير محسوبة في السودان وفي غير تأكيد، لكن بهدوء شديد الجيش السوداني ينفي وينفي. لكن أنا في تقدير المعركة ستمتد، والكلام عن أي حديث في سياسي أو مدني في هذا التوقيت أعتقد أنه من الصعوبة. سيدة صباح، سأعود إليك وإلى ضيوفي الكرام، ولكن سنتوقف مع بعض التطورات الميدانية، حيث كشفت مصادر عسكرية لقناة العربية بأن الجيش السوداني تمكن من ضرب أغلب مراكز التواصل للدعم السريع والسيطرة على أغلب المرافق في مطار مروي. كما أكدت أن الجيش السوداني يواصل التقدم نحو مراكز الدعم السريع في الخرطوم وتمكن من السيطرة على أجواء البلاد بالكامل، وأشارت إلى أن الجيش السوداني يحاول خلال عزل الدعم السريع تقليل الخسائر المدنية ويتوقع فرض سيطرته الكاملة بحلول فجر اليوم. الآن طيران هليكوبتر إذرة قاعدة تعال مبروك الله مبروك الله مبروك مبروك الله مبروك الله مبروك الله الله إذا قاعدك الآن طيران هليكوبتر إذرة قاعدة تعال مبروك الله مبروك الله مبروك مبروك الله مبروك الله مبروك الله الله إذا قاعدك. هذا وتوقف البث المباشر للأحداث للتلفزيون السوداني الرسمي بعد أن سمع صوت إطلاق نار على الهواء، فيما أكدت مصادر أن قوات الدعم السريع تمكنت من السيطرة على مقره في الخرطوم، فيما استعاد الجيش السيطرة على محيط المبنى. إلا أننا في داخل الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون في تلفزيون السودان وفي الإذاعة السودانية، الآن الأحوال هادئة ونحاول أن نتواصل مع بعض المحللين لنقف على أبعاد ما يحدث الآن وما نستمع. من جانبه أكد رئيس الوزراء السوداني السابق عبدالله حمدوك بأن الحل السلمي في البلاد لا يزال ممكنا، حيث دعا الأطراف العسكرية إلى المتحاربة طبعا إلى وقف فوري لإطلاق النار والجلوس على طاولة الحوار. يجب أن يتوقف الرصاص فورا، ويجب أن يحكم صوت العقل، فالخسارة ستكون من نصيب الجميع، ولا يوجد منتصر على جثث شعبي. رسالة الثانية للشعب السوداني بأن يزداد تماسكا، وأن يكون تلاحم مكونات المجتمع وخطاب رفض الاحتراب هو السائد، وأن لا يتم السماح لصوت إزكاء الحرب بالسيطرة. رسالة الثالثة للمجتمع الإقليمي والدولي ومحبي السلام العالمي بأن يقوموا بواجبهم في الحل وتهدئة الأطراف المتقاتلة، فالحرب في السودان تعني الحرب في الإقليم، ولا يزال الحل السلمي ممكنا.
ما كان أمس صراعا على السلطة بين مكونين عسكري ومدني بات اليوم نزاعا على السلطة نفسها بين جنرالين نسفا مقولة قوة واحدة على قلب رجل واحد التي رددها سابقا رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان. فحميتي لم يعد يرضى بلقب الرجل الثاني في الدولة أو النائب. نتابع. إمبراطوريتان عسكريتان قامتا على أنقاض حكم البشير. رجلا الحكم العسكري في السودان نفيا مرارا وجود أي خلاف بينهما، وحجم التراشق الكلامي في خانة حرب زائفة ابتدعت إعلاميا بهدف خرق الصف الواحد، إلا أنهما انزلقا للمواجهة المسلحة. رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان قائد القوات البرية في عهد البشير صار قائدا للجيش النظامي، فيما أسس الثاني أي محمد حمدان دقلو المعروف بحمتي قوات الدعم السريع معتمدا على ميليشيات خاضت حربا دامية في دارفور، لكنه لم يعد يرضى بلقب الرجل الثاني في الدولة أو النائب. تهديد فعلي شكله حمتي للبرهان معززا إمبراطوريته بجيش خاص قوامه 100,000 عنصر، أي ما يوازي تقريبا حجم قوات الجيش السوداني، فضلا عن تكسب اقتصادي نتج عن عقد صفقات مع شركات دولية. حمتي رأى في الاتفاق الإطاري أداة للمحافظة على مكتسباته، لكن التوقيع فشل مرتين بسبب خلافات حول دمج قوات الدعم السريع في الجيش ومداه الزمني ووضعية قيادة القوات. ففي حين أراد البرهان إتمام الدمج وفقاً لقواعد الجيش وأنظمته، تمسك حمتي بإعادة هيكلة قيادة الجيش العليا أولاً حتى يكون جزءاً منها قبل دمج قواته وتقليص نفوذه. نادي أي ذول يأخذ حقه، لو أي ذول ما أخذ حقه ما بنمشي قدام، بالكذب ما بنمشي قدام، أحسن نمشي بالصح. قضايا خلافية أخرى شقت طريقها إلى المنظومة الأمنية مثل إصلاح الجيش وإبعاد أنصار النظام السابق عنه، كما مثلت إدارة الملفات الخارجية ونسج نائب البرهان لعلاقات عابرة للحدود تحدياً كبيراً للجانبين. فحمتي متهم من قبل الجيش بخلق علاقات دبلوماسية موازية للدولة. أعود إلى ضيوفي من الخرطوم الخبير الأمني والاستراتيجي الفريق الدكتور جلال تاور، ومن الخرطوم أيضاً معنا دكتور يعقوب عبد الكريم نورين أستاذ العلاقات الدولية، ومن القاهرة انضمت إلينا الصحفية المختصة في الشأن الإفريقي صباح موسى. دكتور، أعود إليك دكتور تاور، إلى أي حد موضوع توقع فرض سيطرة الجيش السوداني على الأمر وعلى السودان من جديد فجر اليوم؟ طبعا هذا يعني بيان صادر من قيادة الجيش أو رئاسة الأركان، لأنها حتى فجر الغد إن شاء الله ستكون قد حسمت معاركها مع الدعم السريع وعادت الأمور إلى نصابها وتوقفت المعارك في كل أنحاء البلاد، ونسأل الله أن توفق في ذلك. حميتي نفسه قبل قليل كان يتحدث ويقول أنه هو قدام القيادة العامة وأنه حتى الصباح هو سيحقق يعني ما وعد به ويستولى على بقرات الجيش المتبقية، يعني هنالك ما زال يعني طحن وعراك وقتال في مدى الليل، لكن البيان الرسمي للقيادة العامة هو المتوقع أن تستغير الأمور بإذنه تعالى حتى فجر الغد أو حتى لو استمرت حتى نهار الغد، فالناس يعني يأملون أن تنتهي هذه المعارك بأسرع ما يمكن ويتوقف نزيف الدم. على كل حال الجيش السوداني الآن دكتور يقول بأنه رئيس دائرة الاستخبارات بالدعم السريع يعلن انضمامه للجيش. إذن حسب الجيش السوداني رئيس دائرة الاستخبارات بالدعم السريع يعلن انضمامه للجيش، هل من الممكن أن تبدأ عملية انشقاقات من الدعم السريع للدخول إلى الجيش، أو بالتالي بالعكس مثلا أيضا أفراد تخرج من الجيش وتذهب للدعم السريع؟ هل نتوقع هذا السيناريو؟ عملية الانشقاقات هذه بدأت منذ نهار اليوم، يعني كثير من وحدات الدعم السريع أعلنت انضمامها بالكامل
في الولايات بالذات للقوات المسلحة مثل ما حدث في النيل الأبيض، في القضارف، في بورسودان، في كوستي، في كادوغلي، كل هذه المناطق يعني أعلنت انضمامها للقوات المسلحة وكلها كانت تتبع للقوات المسلحة، لقوات الدعم السريع، فضلا عن المنتدبين بعض أفراد القوات المسلحة ضباط الأخير كانوا يعني منتدبين للعمل ضمن قوات الدعم السريع، اليوم أعلنوا رجوعهم لأفدادهم وانشقاقهم من الدعم السريع. فيعني مثلا الانشغالات هذه مستمرة ولا تتوقف. الدعم السريع نفسه قال أن المفتش العام يعمل مع الدعم السريع، كان المفتش العام للقوات المسلحة. ولكن دكتور، ما مدى خطورة هذا التصعيد بين مكونين داخل أهم مؤسسة أمنية في السودان، وخاصة بأنه الوضع في السودان يعني ليس مستتبا، هناك أوضاع صعبة اقتصادية أمنية؟ لا، وطبعا الإشكال ليس في الانشقاقات وتأثيرها على الأمن، إنما الإشكال في الخلاف الذي قاد إلى هذه المعارك وإلى هذا الصراع نفسه. يعني القوات المسلحة كانت موجودة بانشقاق أو بدون انشقاق، والدعم السريع كان موجود بانشقاق أو بدون انشقاق، لكن الإشكال في يعني المواجهة المسلحة التي حصلت، الرئيسين ينفيان علمهما أو توقعهما لهذا الحادث. البرهان يقول حتى الساعة التاسعة صباح اليوم هو فوجئ بقوات من الدعم السريع تهاجم مقر إقامته. حميتي يقول أنه هو حتى يعني ليلة الأمس بعد الساعة 12 بالليل كان متوقع أن يجلس مع البرهان حسب الوساطات التي دمت. ولكن أليس خطرا أن يكون هناك هذه الثغرة الأمنية يعني تنشب حرب من دون علم قادتها؟ هل هذا يعقل؟ وهو طبعا اللي هو طبعا ده هذه مساله خطيره جدا جدا، لكن هذا ما ورد على لسان الرجلين اللذان يقودان هذه المعركه الان، هذا يقود من جانب القوات المسلحه وهذا يقود من جانب الدعم السريع، كل ينفي علمه او انه هو الذي بادر بهذا الهجوم، الجيش ينفي والدعم السريع ينفي، دي مشكله مهمه جدا ومشكله يعني اساسيه، لكن لابد من تجاوزها الان والمرور عليها بمحاوله يعني باسرع ما يمكن نزع فتيل الأزمة. نعم، ممكن. دعنا نذهب الآن إلى دكتور يعقوب. دكتور يعقوب، هل الحل السياسي من خلال سيكون من خلال مبادرات من الأحزاب السياسية والأطراف السياسية السودانية، أم هذا لن يكفي وإنما سيكون هناك أيضا مبادرات خارجية إن كان إقليمية عربية أو دولية؟ والله انا اقول لك حاجه، لا مساله الوساطات هي في السودان مفيده، المحليه عندها وقعها والعالميه والدوليه عندها وقعها يعني، ودي مهم جدا. بعدين يعني يؤكد كلام السيد جلال ثاور الان ان هنالك طرف ثالث زي ما قلت لك في البدايه، لانه ما ممكن زول يكون قاعد ما عارف القصه ماشيه وين، يقول لك لحد الساعه 9. قلت لك انا جبت في بدايه كلامي انه الناس يجلسوا الليله، لكن من الذي حرك القوات لمحاصره قوات الدعم السريع هناك؟ ومن حرك القوات الجهه الاخرى؟ ومن دي كلها يعني القضيه دي اشكاليه كبيره، والوساطه المحليه نجحت في انه تغلب وجهه النظر، لكن الان الموضوع تخطاها، فمحتاجين الى وساطه دوليه من قوة عندها وزنها وعندها ضمانات وتعرف تحفظ الضمانات، لان انفراط العقد في السودان، انفراط العقد في السودان يؤثر قلت لك على كل دول الاقليم. يعني اصلا ليبيا هشه جدا، اريتريا، الصومال، اثيوبيا، تشاد، افريقيا الوسطى، مصر، كل الدول دي حتتاثر تاثير كبير جدا جدا، وحيمتد الاثر للخليج وحيمتد الاثر لاوروبا، لانه نحن عارفين انه شكل السودان وتماسك السودان مهم لدرجه. طب دعنا نسال ست صباح موسى الصحفيه معي من مصر من القاهره. ست صباح، إلى أي حد المبادرات الإقليمية والعربية والدولية هي الوحيدة القادرة الآن على وقف هذا العنف وهذا التصعيد بين الأطراف العسكرية في السودان؟ من الممكن بالفعل أن يكون هناك مبادرات، وخصوصا المبادرات الإقليمية لرأب هذا الصدع الخطير في الخرطوم. من المعلوم أن قوات الدعم السريع لديها قوات يعني تدعمها بشكل مباشر في الإقليم، أيضا الجيش السوداني لديه قوات تدعمه بشكل مباشر في الإقليم. صحيح أن الموضوع من الصعوبة، لأن هذه القوى الإقليمية والدولية تدخلت على مدى سنوات بالغت
4 سنوات لتقريب وجهات النظر بين مدنيين. أعتقد أنه من الصعوبة سيكون وفشل بالتأكيد مع الطلقة الأولى صباح اليوم. أعتقد أنه من الصعوبة في هذا التوقيت حتى الحديث عن مبادرات إقليمية كل طرف وداعميها الإقليميين والدوليين. أعتقد أنهم يريدوا أن يحسموا المعركة أولا قبل يعني إذا برأيك لا مكان للمسار السياسي ولا للتفاوض إلا بحسم عسكري؟ أعتقد أن الأمور تتجه لهذا الاتجاه، لابد من حسم عسكري سواء من الطرفين. كل طرف يحاول الآن أن يصدر، وبخصوص الدعم السريع هي تحاول أن تصدر أنها تسيطر على المقرات وأنها هي الفائزة حتى اللحظة، ولكن أعتقد أن هذا الحديث لا يمكن أن يكون، يعني جنرالات الجيش السوداني لا يمكن أن تقبل بمثل هذا الحديث حتى لو كان في رجعة للحوار. بالتأكيد حديث حتى القائد قوات الدعم السريع صباح اليوم وهو يتحدث عن قائد القوات المسلحة بأنه مجرم وأنه سوف يقدمه للعدالة، هذا الحديث من الصعوبة. أعتقد أنه صعب أن يجلس الرجلان، وأنت تعلمين أن المعركة هي معركة قيادات الآن، المعركة قيادة الدعم السريع وقيادة القوات المسلحة. من الصعوبة أن يتم الجلوس بعد هذه الأوصاف التي وصف بها قائد الدعم السريع قائد الجيش السوداني. أعتقد أن حتى لو تم حل قوات الدعم السريع، أعتقد أن هذا القرار بعد ذلك لا أعتقد أنه له أي تأثير على الأرض، لأن قوات الدعم السريع قوات ليست نظامية، ليست كقوات العمليات التي تم حلها من قبل، ليست كقوات منتظمة داخل الجيش السوداني، باعتبار أن قرار الحل يستوجب يعني الانصياع للأوامر قوات الدعم السريع ولا أهل أول والأخير لقائد قوات الدعم السريع. وبالتالي مثل هذه القرارات على أرض الواقع أعتقد أنها ليس لها مصير، وأعتقد أن العملية في السودان العملية العسكرية الآن هي اتخذت منحى شخصي بحت وستأخذها إلى النهاية، ولا أعتقد أن الحوار سيكون قريبا حتى لو فرض أن هناك تدخلات إقليمية ودولية، لكن في تقديري الشخصي في المستقبل القريب طاولة الحوار غير واردة في الخرطوم الآن. شكرا لك من القاهرة الصحفية المختصة في الشأن الأفريقي صباح موسى على المشاركة معنا، وأبقى مع ضيوفي من الخرطوم. أعود إليك دكتور جلال بعد يعني كما ذكرت الآن ست صباح موسى، بعد هذه التوصيفات للأطراف لبعضها البعض، يعني أصبحت الأمور شخصية، إلى أي مدى حتى لو توقفت هذه الحرب أو هذه الاشتباكات وهذا العنف داخل السودان ستعود الأمور كما كانت عليه بين هاتين الشخصيتين العسكريتين سيد حمدتي وسيد عبد الفتاح البرهان؟ مؤكد أن اللغة التي استخدمت في الآونة الأخيرة يعني كانت لا تتناسب مع وضعية الرجلين في قيادة هذه القوات، مثل هذا الوصف الذي يقوله اليوم الأخ نتيف أنه هذا مجرم وهذا وهذا، وقبله كان عبد الرحيم يصفه بأنه جبان بنى سورا لنفسه ولا يهمه ما يحدث خارج هذا السور. هذه الفاظ يعني ليست من ضمن اللغة العسكرية أو لغة المخاطبة العسكرية التي تقوم على الانضباط الكامل والاحترام ما بين الرتب، يعني مهما حتى التساوي لا بد أن يفضل تكون في اللغة يعني محترمة بين الاثنين. فهذا مؤكد له تأثير وله قدر كبير من التأثير. لكن نعود إلى المسألة الأصلية، أنه قيادة الجيش الآن هي أصرت أنها لا تستجيب إلى أي وساطة أو مفاوضات ما لم تحسم المعركة حسم النهائي. طب هل يمكن أن تشرح لنا ما المقصود بحسم المعركة؟ حسم المعركة بمعنى يعني الانتصار الكامل على القوات التي تصفها بالمتمرد، يعني إزالة خطر هذا التمرد وتحييده تماما من أنه يكون قوة تنازع القوات المسلحة بأي حال من الأحوال. مؤكد أنه ليست كل قوات الدعم السريع توصف الآن بأنها متمردة، لكن بعض قياداتها المؤثرين والذين يقودون في هذا المنحة هم الذين ينطبق عليهم هذا الوصف. بدليل ماذا؟ بدليل القوات التي في الولايات انضمت مباشرة القوات المسلحة ولم تعترض القوات المسلحة، ذلك بل رحبت بها واعتبرتها
يستفيدوا منها. والآن ولكن دكتور يعني بعد كل هذه السنوات التي حكمت فيها قوات الدعم السريع، هل من السهولة أن يتم الإطاحة بها؟ باختصار لو سمحت. أي نعم، الآن طبعا المواجهة يعني وصلت حد يعني اعتبرت قوات الدعم السريع خارجة عن دار الطوع، يعني مخالفة أو ليست مستجيبة لتعليمات القيادة العامة أو لتعليمات القائد العام، وهو في نفسه في فطور المدرعات قال فقدنا السيطرة على قوات الدعم السريع إذ أنها لا تستجيب للأوامر ونتعامل معها بالصبر والحكمة، ولكن يبدو أن الصبر نفس ثم انزلقت الأوضاع إلى ما هي عليه الآن. اسمحوا لي أن تبقوا معي، ولكن سنتابع أيضا هذا التقرير عن الانتفاضة الشعبية التي أطاحت في أبريل عام 2019 بحكم عمر حسن البشير. بعد هذه الإطاحة بدأ السودان مسيرة التحول إلى الديمقراطية، لكن عراقيل مختلفة وقفت في الطريق في ظل الصراع المحتدم على السلطة في هذا البلد. نتابع. السودان رحلة شاقة من البحث عن الحرية والديمقراطية، حكاية طويلة لم تكتب لها نهاية سعيدة حتى الآن. الأنكى من ذلك أن هذا البلد العربي والأفريقي انزلق نحو القتال بدل لغة السلام والحوار. التحول نحو الحكم المستقر مثل شعلة أمل حين تمت الإطاحة بنظام البشير عقب انتفاضة شعبية في ربيع العام 2019. في أغسطس من السنة ذاتها وافق الجيش على تقاسم السلطة مع المدنيين ريثما يتم إجراء انتخابات، لكن الترتيب تعطل وسرعان ما انقلب على ما التزم به. الزي العسكري في السودان وكحال أغلب بلدان الجنوب يشكل قوة مهيمنة منذ استقلاله عام 1956، إذ خاض حروباً داخلية وقام بانقلابات متكررة ولديه حيازات اقتصادية ضخمة. حظي الجيش بدعم داخلي من فصائل متمردة استفادت من اتفاق السلام في 2020 ومن المخضرمين في حكومة البشير الذين عادوا إلى الخدمة المدنية. الصراع بين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو يوازيه صراع آخر مع المدنيين الذين يضغطون من أجل الرقابة على الجيش ودمج قوات الدعم السريع شبه العسكرية التي لها وضع قوي في الجيش النظامي. أمر آخر يدخل في المعادلة، السودان موجود في منطقة مضطربة يحدها البحر الأحمر ومنطقة الساحل والقرن الأفريقي، استقطب موقعه الاستراتيجي وثرواته الزراعية قوى مختلفة ما أدى إلى تعقيد فرص نجاح الانتقال، وها هو الآن في طريق حرب أهلية ستعيده سنوات إلى الوراء. بلال البجديني، العربية. مجددا أعود إلى ضيوفي دكتور يعقوب عبد الكريم نورين. أعود إليك، من قادر يعني الكل حتى الآن منذ الصباح حتى الآن كل ضيوفنا يستبعدون في هذا التوقيت أي حل سياسي أو أي أفاق لمسار سياسي، ولكن بالنهاية يجب أن يكون هناك من مسار سياسي لوقف هذا التصعيد. من قادر على فعل ذلك؟ هل الداخل السوداني قادر؟ أم يجب أن يكون هذا الحل آتيا من دول عربية إقليمية ودولية؟ والله هو في كل الحالات الحل يجب الناس أن يصلوا لحل، مهما طال الحرب ومهما طال مدى ومهما استمرت يجب أن يصلوا لحل، والحل هو المطلوب لأنه في النهاية الخسران وطن السودان، خسران شعبه، وبالتالي نحن الآن بنفتكر أنه الوصول إلى حل مهم جداً، العودة لصوت العقل مهمة جدا، تحكيم صوت العقل مهم جدا، ولكن يجب أن يتنازل الناس، لأن الآن أي شخص أو كل طرف يحاول أن يثبت أنه هو على حق، وهذه الأمور لا تعود البلاد إلى سلام وإلى اطمئنان. ولذلك أنا أرى أن المبادرات الدولية والإقليمية والداخلية أيضا وحتى على مستوى الوطن العربي الآن، يعني فقط طلعت يعني 3 أو 4 دول، السعودية، قطر، الإمارات، يعني قالت إنها قلقة بشأن الأوضاع في الداخل، ولكن ليس هنالك. ومصر أيضا، ومصر قالت بأن هناك جهود حثيثة لوقف هذا العنف. نعم، ومصر أيضا كذلك، ومصر أيضا لها التقدير
لكن احنا دايرين نقول انه احنا دايرين الوطن العربي يكون شويه في تحرك جاد. يعني احنا الان جامعه الدول العربيه، نحن من السودان من الدول المؤسسه لجامعه الدول العربيه، لكن الاهتمام بقضايا السودان عند جامعه الدول العربيه في اقل مستوى ممكن النزول يظهر له الان. اضيف الى ذلك كذلك الاخوان على مستوى في الافريقيا والاتحاد الافريقي. الاتحاد الافريقي طلع بيان بان هناك اعضاء الناس للتهدئه وكذا، ولكن ولكن هل الاتحاد الافريقي قادر على فرض مبادره ما، على فرض اي مسار سياسي في ظل هذا التصعيد؟ يعني المساله ليست مساله فرض مسار سياسي، ولكن تقديم رؤيه جاده للحل يقبل بها الطرفان ويتفاوض حولها الناس. هذا هو الامر المهم. لأن السودان زي ما قلت لكم بداية وحذرنا في الكلام ده، بداية الكلام ده حذرنا إني يا جماعة الحرب لو بدت في السودان ما بتجيش، صعبة. السودان بنية الاجتماعية هشة. هل المشكلة كانت من البداية بأنه يتم ترقيع أي مشكل حاصل في السودان ولا يتم حل جذري لأي أزمة؟ شوف الحلول الجذرية لا تأتي من ضربة لازم، الحلول تأتي تدريجية. كل امر شائك يحل تدريجيا، يعني انت ما بتقاوم المشاكل عشان تقدر تجيب لها حل جذري، الحل الجذري ياتي بالقهر، ياتي بالحرب الان الحاصله دي الان، لكن احنا دايرين تدرج في الحلول لحد ما نصل الى دوله مستقره، دوله فيها ديمقراطيه. عرفتي؟ فنحن دايرين انه المجتمع الدولي والاغليمي والسياسيه المحليه ايضا كلها، اذا كانت معارضه او غير معارضه او ثوره ما هو ثوره، تتحرك، لانه في النهايه نحن هنفقد الوطن ده، وبعدك نجي نبكي على انه احنا والله فقدنا وطن. شكرا لك من الخرطوم دكتور يعقوب عبد الكريم نورين، استاذ العلاقات الدوليه. كما اشكر من ضيفنا ايضا من الخرطوم الخبير الامني والاستراتيجي الفريق الدكتور جلال تاور على المشاركه معنا في هذه التغطيه، في هذه الساعه من التغطيه المستمره على العربيه. طبعا هذه التغطيه مشاهدينا ستبقى مستمره على العربيه، ولكن الان انتقل الى زميلتنا راويه عالمي لتستكمل ما أو أبرز هذه التطورات الحاصلة على أرض السودان. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.